مقدمة نقول حتى نوضح هذا الأصل من الأصول العقائدية، أن الله سبحانه وتعالى هكذا شاءت مشيئته، وهكذا أراد للإنسان أن يكون مختارا. هذا بداية الحديث. يعني شنو؟ احنا دائما نحاول أن لا نعقد ولا نأتي بالمصطلحات العلمية في علم الكلام والفلسفة، لا، نوضح توضيح حتى الشباب يلتفتوا إلى هذه الأصول العقائدية. كيف أراد الله لخلقه، يعني للناس، للإنسان، للبشر، هل أرادهم وشاء لهم أن يهتدوا بالإجبار، بالجبر، أو لا هناك طريقة أخرى؟ القرآن دائما يشير إلى هذه الملاحظة المهمة. في هذه الآية التي تلوناها أيضا نفس الشيء: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية. آية يعني شنو؟ يعني معجزة بينة تخضعهم. إن نشأ، إن يعني إذا أردنا، يعني ما أردنا، التفتوا، إن نشأ، الله يقول عن نفسه ويأتي بضمير الجمع للعظمة، وإلا لازم يقول شنو؟ إن أشأ بضمير المتكلم، ولكنه عادة عندما يريد أحد أن يعظم نفسه وهو العظيم الكبير ذو الكبرياء والجلال سبحانه وتعالى يأتي بضمير الجمع، يقول إنا نحن نزلنا الذكر، وإلا لازم شنو يقول؟ لازم يقول أنا نزلت الذكر. للتعظيم في علم البلاغة يقولون للتعظيم يجب أن يقول إنا، هنا نفس الشيء، إن نشأ معنى شنو ذلك إن نشأ؟ ملتفتين أو لا؟ إن نشأ يعني ما شئنا. مثل أنت تقول أنا إذا أريد الليلة كلكم أعطيكم 1000 دينار إذا أريد، طبعا ماكو هيك شيء، ها، ولا كل واحد يروح يشتري آيفون. تعليقهم انبذل لي. إذا أريد يعني ما أريد، هذا معناه بالبلاغة. إن نشأ يعني لم نشأ. إن نشأ شنو نسوي؟ إن نشأ ننزل عليهم، يعني على من؟ ملتفتين الشباب؟ على المشركين، على الناس الذين لا يؤمنون بك يا رسول الله. إن نشأ ننزل عليهم من السماء، ليش؟ لأن إذا نجيب معجزة من الأرض يقولون هذا سحر. ألم يأتي رسول الله بألف معجزة؟ كانوا يقولون، بعض العلماء يقولون إذا نجمع معاجز الرسول تصبح أكثر من 4000 معجزة عند الرسول، رسولنا، بس ما كانوا يؤمنون. طيب نجيب آية من السماء، بس شلون؟ فد آية عظيمة حتى شنو تسوي؟ فظلت أعناقهم لها خاضعين، الأعناق تلوى هكذا تخضع لهم، لمن؟ لك يا رسول الله، ولكن لا نشاء. طيب يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، أنت اللي تقدر، ليش بتسوي؟ ها هنا الحكي، نرجع إلى الأصل الذي ذكرناه وأشرنا إليه في الليلة الماضية. هل نحن، التفتوا شوية، الليلة بحث عقائدي،
هل نحن مجبورون أم نحن مختارون؟ جوابنا نحن الشيعة. أحسنت بارك الله فيك. نحن مختارون في أن نأتي إلى هذا المجلس القرآني أو لا نأتي. نعم، هذه القدرة التي بها أتينا إلى هذا المجلس من أعطانا؟ الله، بارك الله فيه. الله أعطاني قدرة أجي إلى هذا المجلس فأحصل على ثواب لأن مجلس قرآن، والله أعطى لذلك البعيد أن يذهب إلى الديسكو ويأثم ويرتكب الذنوب ويشرب عرق، صح ولا لا؟ باختياره ذهب أم بإجبار؟